59 ثوره 23 يوليو. لا مش انا كنت قبل ما تولد 1917. انت بتتكلم جد؟ يوليو انا السنه دي عنديش فكره ما اعرفش يعني ولا 23 يوليو في 56 ولا 52 انا مش واخد بالي. 23 يوليو 73 بتاعت مرسي مبارك 1973. انا ما اعرفش في الثورات القديمه غير 1919 دي بتاعت سعد زغلول، بس ما اعرفش 23 يوليو دي ما سمعتش عنها بصراحه. لا حول ولا قوه الا بالله، والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. ما فيش اصلا في الدراسات 23 يوليو تقريبا في 56. كانت سنة كام طيب؟ 1999 مثلا 92 1993 98 95 99 93 80 5. حلو قوي، بالصلاة على النبي كده. ما عنديش فكرة. هي ثورة يوليو في سنة 52 23 يوليو 1952. ثورة يوليو كانت سنة 1952 كانت سنة 1952.